ايه الاخبار؟ اغلبنا عارف ان كلمة سكول معناها مدرسة، لكن في الفيديو بتاع النهاردة انا جاي اعرفك معاني تانية مهمة جدا ومستخدمة لكلمة سكول. يلا بينا. اولا كده كلمة سكول ممكن تيجي كمان بمعنى السنة الدراسية كوقت. لما اقول لك مثلا school starts in September، اوكي، يعني المدارس عندنا مثلا in Egypt starts in September. السنة الدراسية بتبتدي في ايه؟ في شهر سبتمبر، وما تحطش ساعتها قبلها there، تاخدش اي اداة، هي بتبقى كده school، اوكي. ممكن كمان تحط بعدها year وتقول the school year starts in September. كلمة school كمان بتيجي بمعنى مجموعة من، يعني a school of، بالذات لو احنا بنتكلم على الاسماك وهكذا. لما اقول لك مثلا I saw a school of dolphins، يعني انا شفت مجموعة من الدلافين. I saw a school of dolphins. كمان ممكن تيجي كفعل بمعنى train، يعني انك تمرن حد او تمرن حيوان. لما اقول لك مثلا it takes a lot of patience to school a dog، يعني عشان تمرن كلب انت محتاج صبر كتير. It takes a lot of patience to school a dog. School كمان ممكن تيجي بمعنى teach someone a lesson، انك تعلم حد درس قاسي او انك تحضره. يعني لما اقول لك مثلا you don't have the right to come here and school me like that، انت مالكش اي حاجه انك تيجي هنا وتحضرني بالطريقه اللي انت بتحضرني بيها دي. School كمان ممكن تيجي بمعنى انك تهزم حد في الرياضه هزيمه ساحقه، تعلمه درس برضه وتهزمه في نفس الوقت. Did you see yesterday's match؟ انت شفت الماتش بتاع امبارح؟ They schooled the other team when they won 3-0. يعني هم هزموا الفريق الاخر شر هزيمة لما كسبوا 3-0. They schooled the other team. معانا كمان two expressions او مصطلحين حلوين جدا بيستخدموا مع school. اول واحد too cool for school، وهي بتستخدم في الغالب بمعنى cynical كده، يعني لما حد يبقى شايف نفسه او فاكر نفسه حاجة. لما اقول لك مثلا he thinks he's too cool for school but he doesn't know anything، هو فاكر نفسه تمام، شايف نفسه لكن هو ما يعرفش اي حاجة. في الاخر expression معانا النهارده هتسمعه كتير قوي وهو old school، وده مصطلح بنستخدمه عشان نوصف بيه شخص لما يبقى دقة قديمة او ماشي على ستايل قديم مختلف على الستايل اللي ماشي دلوقتي، يعني او الاسلوب اللي ماشي دلوقتي. لما اقول لك مثلا he's an old school manager، يعني هو مدير دقه قديمه او اساليبه في الاداره قديمه. he's an old school manager، تقدر بقى تستخدمها old school teacher، old school football player، زي ما انت عاوز. المهم old school وتحط بعدها الشخص اللي انت عاوز توصفه. دي كانت معاني school اللي اتعلمناها مع بعض النهارده. لو الفيديو عجبك شير ولايك، ويخلينا اشوفكم على خير. سلام.